صباح عليك بالخير وعلى الزملاء في الاستديو وكل من شاهدنا على الشاشه الفضائيه الكويتيه. مثل ما نقول اليوم كل عام وولي امر ووليت امر واهل الكويت في بدايه العام الدراسي لابنائنا في المرحله الابتدائيه. مثل ما تفضلت احنا اليوم موجودين فعلا في مدرسه اميمه بنت خلف في منطقه سعد العبد الله التابعه لمنطقه الجارات التعليميه. راح نتكلم مع مدير عام المنطقه ونتكلم مع مديره المدرسه عن الاستعدادات. راح نرحب في مدير عام منطقه الجارات التعليميه الاستاذ وليد بن غيث. صباحك الله بالخير، يعطيك العافيه وكل عام وانتم بخير استاذ وليد. صبحكم الله بالخير ونصبح على مشاهدين تلفزيون دولة الكويت ونقول كل عام والكويت بخير. طبعا مع انطلاقة العام الدراسي 2017-2018 وطبعا كانت الانطلاقة يوم 5/9 واليوم طبعا 10/9 الانطلاقة الحقيقية مع دوام أبنائنا الطلبة في المرحلة الابتدائية وتحديدا بالصف الأول ابتدائي. نعم. ودنا نعرف عن استعداداتكم اليوم ابتدائي، متى المتوسط ومتى الثانوي؟ يعني اليوم ناس ما قلت لك اليوم طبعا الصف الأول اللي خصوصية لهم دوامهم اليوم بدأ، وتباعا إن شاء الله غدا راح يداوم باقي الفصول والمراحل اللي هي أيضا المرحلة الابتدائية بالكامل إضافة إلى المرحلة المتوسطة. وبإذن الله يوم الثلاثاء راح يكون يوم 12/9 راح يكون دوام أبنائنا الطلبة بمرحلة رياض الأطفال. لو نتكلم عن يعني ما شاء الله منطقة الجهراء ومحافظة الجهراء من المناطق الكبيرة جدا، يمكن ودنا نعرف العدد الطلبة اللي موجودين، منهم ثانوية، منهم متوسط، من ابتدائي، من رياض أطفال. طبعا الإدارة العامة منطقة الجهراء التعليمية نفس ما قلت هي من أكبر فعلا المحافظات، يعني تشمل 126 مدرسة، وطبعا بلغ أيضا عدد الطلبة 77,490 طالب في مختلف المراحل. وأيضا لدينا في المرحلة الابتدائية واللي اليوم طبعا هي 42 مدرسة بنين وبنات. أستاذ يعني وليد ودي أتكلم كذلك عن جاهزية المدارس، يعني خلاص إن شاء الله الطلبة يوصلوا مدارسهم ما ينقصهم أي شيء. طبعا تسعى يعني الإدارة العامة لمنطقة الجهراء التعليمية بتوفير بيئة تعليمية جاذبة لأبنائنا الطلبة. يعني جهزنا المدارس من كافة المتطلبات، منها يعني توفير الأثاث الطلابي والتأكد من وصول أيضا الكتب الدراسية. أيضا من حيث القوة البشرية تم يعني توفير أعضاء الهيئة التعليمية والإشرافية والإدارية. ايضا من ناحيه المباني المدرسيه تم يعني اجراء الصيانات اللازمه لاجهزه التكييف وايضا المشارب المياه داخل المدارس. استاذ وليد قبل لا نختم لقانا معك، شنو النصيحه اللي تقدمها لابنائنا الطلبه والطالبات الان اللي ان شاء الله خلال هالايام يكونوا ان شاء الله منضمين الى دراستهم، الى جهدهم، الى عملهم، وبدينا في العام الدراسي؟ طبعا يعني وصي ابنائنا الطلبه ان متابعه دروسهم اول باول وعدم ترك يعني دروس تتراكم عليهم حتى يتم ان شاء الله تحقيق النجاح المنشود باذن الله. استاذ وليد يعطيك العافيه بن غيث مدير عام منطقه الجهرات التعليميه، عساك على القوه ونعطيك شكرا جزيلا. شكرا وما قصرتوا. كذلك بروح حق ضيفتنا الاخرى الاستاذه باسمه عبيد العنزي مديره مدرسه اميمه بنت خلف. صباح الله بالخير وكل عام انتم بخير ويعطيك العافيه على المجهود الطيب هذا. كل عام وانتم بخير وصحه وسلامه. طبعا احنا نرحب ونهني اولياء امور طالباتنا وطالباتنا في اول يوم لانطلاقه العام الدراسي الجديد وهو استقبال طلبه الصف الاول الابتدائي. طبعا احنا اليوم الاول هذا هو طبعا نبي نكسر روتين الايام الدراسه العاديه، فنبي نستقبلهم طبعا بالحب والاحتواء الطالبات الصف الاول الابتدائي من خلال فعاليه ان احنا ما في طبعا هو دراسه ولا شكل لعب، وتوزيع الهدايا والمسابقات، تعريفهم في فصولهم، ايضا توزيع الكتب على طالبات المرحله الابتدائيه الصف الاول الابتدائي. طبعا هيئنا لهم جميع اللي نخليهم يعني يحبون المدرسه. نعم. من الصف الاول اصبح احنا نشوف استقبالكم للشخصيات اول ما دخلوا الطلبه، كذلك توزيع الكتب الموجوده. انا اشوف ما شاء الله الطالبات حتى ملبسينهم بعض الشغلات الحلوه على اساس ان كل طالبه تعرف صفها، تعرف مكانها،
اولياء الامور كذلك موجودين معاكم في الموقع. احنا مسويين اعلان مسبقا قبل 4 أيام 5 أيام نزلينا في التواصل الاجتماعي ان استقبالنا راح يكون من الساعه 8 للساعه 9. طبعا الطالبات كل صف ياخذ حطينا لهم كرنيهات اسمائهم عليهم مع اولياء امورهم يدخلون الفصول يشوفون طبعا اماكن طالباتهم المرافق كلها. هذا في اول يوم دراسي. استاذه باسمه عبيد العنزي مديره مدرسه اميمه بنت خلف الابتدائيه بنات في منطقه سعد العبد الله، يعطيك العافيه وعساش على القوه، ونقول لكم كل عام وانتم بخير. وانتم بخير وصحه وسلامه، ونتمنى التميز والعطاء الحافل لطالباتنا الصراحه. مشاهدي الكرام، كنا معكم في هذا النقل الحي المباشر من مدرسة أميمة بنت خلف في منطقة سعد العبدالله التابعة لمنطقة الجهراء التعليمية. شاهدنا معكم الاحتفالية الجميلة الحلوة، استقبال الطلبة من أول ما تدخل المدرسة لين توصل صفها.